حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. الموقع بوست: وضع إنساني متدهور في اليمن وضغوط دولية لإنهاء المعاناة. المصدر أونلاين: استشهاد 14 مدنيا في غارة للتحالف على مديرية بيحان بشبوة. الغارديان تقول بأن على البريطانيين التحرك لوقف معاناة أطفال اليمن. ومن القدس العربي: عهد، طفلة فلسطينية معتقلة بتهمة الشجاعة. أهلا بكم. منذ أكثر من شهر، وكما يقول الموقع بوست، يعيش اليمنيون أوضاعا اقتصادية وإنسانية وصفتها تقارير أممية ودولية بأنها الأسوأ في العالم جراء الحصار الذي فرضته قوى التحالف العربية على اليمن عقب إطلاق الحوثيين صاروخا بالستيا باتجاه الرياض. الصاروخ الذي شكل تهديدا صريحا على أمن المملكة العربية السعودية كونه أول صاروخ يستهدف الرياض بعد 3 سنوات من انطلاق عمليات التحالف استفز الجارة الكبرى، ولم تجد بدا من إقرار حصار كلي شمل جميع منافذ اليمن. تسبب الحصار إلى جانب الحرب في تراكم الأزمات الاقتصادية والإنسانية وصولا للمجاعة وانتشار العديد من الأمراض كالكوليرا والدفتيريا. وفي 22 نوفمبر الماضي، وبعد تنديدات ومطالبات قادتها هيئات أممية، شددت على ضرورة الإسراع بفك الحصار وحذرت من مآلات كارثية حقيقية على وشك الحدوث في اليمن. أعلن التحالف العربي رفع الحصار جزئيا وعاد فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء لاستقبال المساعدات الإغاثية الطارئة، غير أن وكالات إغاثية أكدت أن هذه المساعدات لا تغطي سوى نسبة ضئيلة من احتياجات البلاد. وبالنسبة للصاروخ الثاني الذي أطلقته جماعة الحوثي على السعودية، تقول يمن مونيتور في التفاصيل نقلا عن الناطق باسم الجماعة محمد عبد السلام إن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا بالستيا من نوع بركان 2H البالستي على قصر اليمامة في الرياض. وزعمت خدمة المسيرة عاجل التابعة للحوثيين أن هدف الصاروخ البالستي اجتماع موسع لقادة النظام السعودي في قصر اليمامة بالرياض. الفضائية العربية السعودية نقلت عن مصادر في التحالف أن قواته اعترضت صاروخا بالستيا جنوبي الرياض دون ذكر أي تفاصيل. ولاحقا قال التلفزيون السعودي الرسمي إنه لا بلاغات عن أضرار من أي جهة جراء اعتراض صاروخ بالستي فوق الرياض. اجتثاث الحوثيين لم يعد يعني اليمنيين فقط، بل وكما قال رئيس الحكومة الشرعية أحمد عبيد بن دغر في تغريدة نقلها موقع عدن الغد، قال: بات يعني العرب والمسلمين كون وجودهم أصبح يهدد الأمن والسلام العالمي. مضيفا بأن الحوثيين وإيران نقلوا الصراع في المنطقة لمرحلة جديدة، رفعوا سقف المواجهة والعنف، وأكد أنهم جماعة مجرمة لا تعرف غير الدم والعدوان على من حولها ولا تقيم وزنا لحياة الإنسان. وأوضح بن دغر أن الاعتداء على الرياض اليوم واستهداف المدنيين يمثل خطرا داهما على اليمن والمنطقة. ومن صحيفة عدن الغد أيضا، لكن هذه المرة من زاوية المقالات، نطالع مقالا للكاتب عبد الكريم سالم السعدي بعنوان: حرب اليمن وتحالفات الضرورة. يعلق فيه على الانفتاح السعودي الإماراتي الأخير على التجمع اليمني للإصلاح. يقول الكاتب: مما لا شك فيه أن التطورات الأخيرة التي شهدت سيطرة الحوثي على صنعاء وغيرها من المحافظات ومقتل الرئيس المخلوع صالح قد هزت أركان التحالف، مما دفعه للانقلاب الكبير في سياساته تجاه أطراف الصراع. فالإصلاح الذي تعتبره دولة الإمارات امتدادا لتنظيم الإخوان المسلمين وبالتالي خصما يجب التخلص منه، بات شريكا وحليفا اضطراريا، لأنه في اعتقادي القوة الوحيدة المنظمة القادرة على فعل شيء في مناطق الشمال حاليا. والمؤكد أن اللقاء له خفاياه التي لم يعلن عنها، وسيكون له ما بعده، خصوصا بعد مقتل صالح وتشرذم حزب المؤتمر الشعبي العام
وتوزعه على أطراف الصراع المحلية وسقوط هذه الورقة من يد التحالف. فاللقاء بحد ذاته يعد خطوة تفرضها الضرورة على التحالف، وفي ذات الوقت يعد انتصارا للسياسة الإصلاحية التي حافظت على وسطيتها وأبقت على اتصالها بكل الأطراف خلال مرحلة المخاض التي عصفت بجميع، وحولت الكثير من القوى على الساحة اليمنية إلى أدوات وأتباع. وعلى الجانب الآخر، سيكشف هذا التقارب حجم قوة تحالف حزب الإصلاح مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. فإن كانت تلك العلاقة تحتكم لأهداف المعركة القائمة، فإننا حتما سنشهد انعكاسا إيجابيا على أرض المعركة، وسيكون هناك تقدم باتجاه صنعاء وبقية المحافظات التي ما زالت في قبضة الحوثي. استشهاد 14 مدنيا بغارة للتحالف في شبوة. وفي هذا قال موقع المصدر أونلاين: استشهد 14 مدنيا بغارة جوية خاطئة للتحالف العربي استهدفت منزلا في مديرية بيحان غربية شبوة. مصدر عسكري قال للمصدر أونلاين إن الغارة الجوية استهدفت منزل عالي السواد المصعبي في مديرية بيحان في الوقت الذي ما تزال المعارك دائرة بين القوات الحكومية والحوثيين، وأضاف إن من بين القتلى أطفال ونساء. في سياق آخر وعلى الصعيد الميداني تحديدا، قال المصدر نفسه إن القوات الحكومية أسرت 110 من المسلحين الحوثيين كانوا في منطقة الصفراء بمديرية عسيلان آخر موقع لهم قبل سيطرة القوات الحكومية عليه. وأضاف أن الحوثيين كانوا في السلسلة الجبلية المطلة على موقع الصفراء، مجموعة منهم استسلموا فيما فضل آخرون المواجهة، وأدى ذلك إلى مقتل 5 منهم وجندي حكومي. وحول انتهاكات ميليشيا الحوثي، يقول موقع سبتمبر نت إن الميليشيا فجرت منزل الشيخ المؤتمري سعيد الحربي في منطقة الحيمة مديرية التعزية بتعز بعد اشتباكات مع أهالي المنطقة. وفي التفاصيل يقول الموقع نقلا عن مصادر محلية إن الميليشيا فجرت المنزل وقتلت 3 مواطنين، وذلك بعد اعتراض سيارة الشيخ سعيد الحربي وإصابة أولاده، ما دفع الأهالي للدفاع عن قريتهم المحاصرة. وأضافت أن الميليشيا قامت بمحاصرة القرية واقتحمت منازل المواطنين ونهبت بعضها بعد اشتباكات مع الأهالي. تضيف المصادر أن أهالي القرية حاولوا الدفاع عن أنفسهم بإمكاناتهم البسيطة، إلا أن الميليشيا دفعت بتعزيزات للمنطقة وأجبرت الأهالي على الانسحاب وحاصرت القرية. الكاتب وجدي سليمان كتب مقالا مقتضبا في موقع التغيير نت بعنوان: عائلة عفاش وقيادات المؤتمر، هل تعلن ولاءها للشرعية؟ وقال فيه: بعد أسبوعين من قتل عفاش والتمثيل بجثته بطريقة لا إنسانية، لا تزال عمليات التصفيات ضد عائلته وقيادات المؤتمر مستمرة. مصادر تتحدث عن مئات تم قتلهم أو أسرهم أو تعذيبهم أو اقتحام بيوتهم ومصادرة ممتلكاتهم. مؤخرا بعض من مقربي عفاش وقيادات مؤتمرية أصدرت بيانات تبارك الانتصارات في بيحان وتطالب بالقضاء على الحوثيين والتصدي لهم، لكنها لا تزال في نفس الوقت ترفض الاعتراف بشرعية الرئيس وتعتبر التحالف عدوانا على اليمن، وفقا لتصريحات متناقضة ليحيى عفاش وأحمد عفاش وتوفيق عفاش. دون صدور بيان علني وصريح من عائلة عفاش يعترف بشرعية الرئيس وشرعية التحالف، ودون صدور بيان علني وصريح من قيادات المؤتمر تعترف بشرعية عمل التحالف وشرعية الرئيس، سيجد الرئيس والتحالف نفسيهما في مأزق. بالمجمل، عائلة عفاش وقيادات المؤتمر من الصف الأول انقلبت على مخرجات الحوار ورفضت شرعية الرئيس ورفضت شرعية التحالف. مطالبتهم اليوم بالقضاء على الحوثيين ودون موقف واضح وعلني من المرجعيات الثلاث سوف يعقد ويصعب محاولات الرئيس والتحالف لنجدتهم ومساعدتهم. بعد الفاصل سنتابع أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية، بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ألف يوم على بدء التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن كانت كفيلة، وكما تقول صحيفة العرب الجديد، بأن تغير خلالها وجه البلاد، وإن كانت عناوين كثيرة يمكن أن تختصر ما صارت إليه وما شهدته على مدى
ألف يوم من الحرب، لكن الوضع يبدو على أبواب معادلة جديدة بعد التطور الكبير الذي كان الأهم في أحداث الألف يوم الماضية، متمثلا بمقتل علي عبد الله صالح على يد الحوثيين بعد انهيار تحالف حزبه مع الجماعة. وبعد ألف يوم حرب، شهدت الأيام الأخيرة تصعيدا لافتا في مسار العمليات العسكرية بعد جمود استمر شهورا على الأقل، إذ حققت قوات الجيش اليمني تقدما ميدانيا على الأطراف الشمالية الغربية لمحافظة شبوة، تحديدا منطقتي بيحان وعسيلان، وقد جاء التقدم في أعقاب تطور مماثل في محافظة الحديدة على الساحل الغربي للبلاد. في المحصلة، وبعد ألف يوم كما تقول العرب الجديد، تعد الانتصارات العسكرية التي حققها التحالف محدودة مقارنة بالآثار المدمرة على البلاد بعد الحرب التي خلقت أزمة إنسانية هي الأسوأ عالميا وفق وصف الأمم المتحدة. الغارديان قالت بأن على البريطانيين التحرك لوقف معاناة أطفال اليمن، وذلك في تقرير كتبه أوين جونز وأشن فيه هجوما واسعا على السعودية. قال فيه إنه في الوقت الذي تتحدث فيه التقارير عن شراء الأمير محمد بن سلمان لقصر في فرنسا تبلغ قيمته 300 مليون دولار، ولوحة المسيح المخلص بمبلغ 450 مليون دولار، ويخت بمبلغ 500 مليون دولار، يعاني أطفال اليمن من مجاعة مدمرة. ويوضح جونز أن السعودية تقصف اليمن بقنابل حصلت على الكثير منها من بريطانيا، واصفا الحرب في اليمن بأنها واحدة من أكبر الجرائم على وجه الأرض. ويقول جونز أيضا إن بريطانيا تشارك في المسؤولية عن مقتل 60 ألف شخص في الحرب باليمن، ومعاناة نحو 18 مليون شخص من نقص الطعام والماء، وعن حاجة 22 مليونا للدواء بشكل عاجل في البلاد. ويؤكد جونز أن سكوت المواطنين البريطانيين على ما تفعله حكومتهم منحها الحرية للتصرف دون قيود، ومنح السعودية الأسلحة لتتصرف دون رادع في اليمن. ويختم جونز مقاله مطالبا البريطانيين بالتحرك سريعا ومنع الحكومة من ممارسة هذا الدور باسم الشعب البريطاني. وفي الشأن العربي والدولي، نقرأ في جريدة الحياة مقالا مستفيضا للكاتبة رندا تقي الدين بعنوان حل الدولتين غير قابل للعيش، ومما جاء في المقال: قرار دونالد ترامب نقل سفارة أمريكا في إسرائيل إلى القدس يقودنا إلى ما قاله الكاتب والباحث الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد، ونقلته في كتاب رائع وحميم بعنوان إدوارد سعيد ورواية فكره الكاتبة اللبنانية الفرنسية دومينيك إيديت، إذ كتبت أن سعيد دافع عن إنشاء دولة حيث الفلسطينيون والإسرائيليون مجبرون على العيش معا، على أن يحولوا التحدي إلى اختيار استثنائي. وأشارت الكاتبة إلى نص كتبته وعنوانه الحل بدولة واحدة، إما أن تستمر الحرب وإما أن يتم البحث عن مخرج على أساس السلام والمساواة بعد الاعتراف بأن الفلسطينيين والإسرائيليين موجودين وباقون معا. حل الدولتين يبدو يوما بعد يوم غير قابل للعيش في ظل التنازل الفلسطيني والعربي وسياسة أمريكية وإسرائيلية معتمدة على استباحة حقوق الفلسطينيين. الدعم الأمريكي للموقف الإسرائيلي يعيد إلى الذاكرة زيارة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك التاريخية إلى القدس في تشرين الأول أكتوبر عام 1996، فقد مرت 21 سنة على هذا الحدث الاستثنائي الذي جرى في عهد رئيس الحكومة الإسرائيلية نفسه بنيامين نتنياهو، الذي عرقلت قواته ضيفه الفرنسي الذي رغب في زيارة القدس القديمة من دون حماية رئيس بلدية القدس الغربية، لأنه أراد الاتصال بفلسطيني القدس الشرقية من دون مواكبة أمنية إسرائيلية. واليوم القرار الأمريكي حول القدس اتخذ ضد قرار 14 دولة في مجلس الأمن، يكرس ترامب لصديقه نتنياهو سياسة أمريكية مستمرة منذ عقود، وهي رفض أي حل سلمي عادل يعترف بالقدس كعاصمة الديانات الثلاث. الطفلة الفلسطينية عهد التميمي 16 عاما والحائزة على جائزة حنظلة للشجاعة باتت رهن الاعتقال لدى السلطات الإسرائيلية، كما أوردت صحيفة القدس العربي.
ففي وقت مبكر من فجر الثلاثاء داهمت قوة عسكرية إسرائيلية منزل عائلتها في بلدة النبي صالح غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، واعتقلتها بعد الاعتداء على عائلتها ومصادرة أجهزة هواتف نقالة وحواسيب. وسائل إعلام إسرائيلية كانت قد تناقلت لقطات مصورة للتميمي وهي تطرد جنودا من الجيش الإسرائيلي من أمام منزلها الجمعة الماضية. جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفي باعتقال الطفلة عهد، بل اعتقل في وقت لاحق والدتها ناريمان. والد الطفلة عهد باسم التميمي قال ابنته لم تعتدي على الجنود، وجودهم في البلدة وفي منزلي هو اعتداء علينا. هذه دعاية إسرائيلية لتبرير عملية اعتقال طفلة قاصر. وحول المشاهد التي تظهر ابنته وهي تصفع جندي إسرائيلي، قال التميمي أنا أرى أن وجه الجندي الإسرائيلي هو من صفع يد عهد. صحيفة البيان عنونت أن زعيم كوريا الشمالية أعدم مسؤولا كبيرا بسبب خطأ، حيث ذكر التقارير أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أعدم مسؤولا كبيرا بسبب خطأ ارتكبه أدى إلى تأجيل موعد اختبار صاروخي جديد، وذلك بعد أيام من إعدام مسؤول وصف بأنه الرجل الثاني في البلاد. وقالت التقارير أن المسؤول الذي تم إعدامه كان مسؤولا عن إخفاقات في قاعدة بونغي ري النووية، ما أدى إلى تأجيل موعد إطلاق صاروخ في تجربة جديدة. وقالت صحيفة أساهي شيمبن اليابانية إن أخطاء المسؤول أدت إلى تأجيل تجربة إطلاق صاروخ باليستي سادس كان من المفترض أن تتم في الربيع وتم تأجيلها إلى سبتمبر، كما أنه كان مسؤولا عن انهيار أنفاق أدت إلى مقتل 200 عامل وفق ما ذكر موقع ديلي ميل. يأتي هذا بعد نحو 5 أيام من إعدام الجنرال هوانغ بيونغ سو الذي وصف بأنه رجل الدولة الثاني، وذلك بعد تقارير عن قبوله رشاوى. الأجواء المصاحبة لبدء فصل الشتاء بالإضافة لصور متنوعة للحيوانات نقلتها عدسات المصورين المحترفين العاملين لدى صحيفة الديلي تيليغراف، سنتابعها معكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. إذن بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، إلى اللقاء.